كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة لمملكة البحرين. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السمو والمعالي والسعادة. ثم صافح فخامة الرئيس المصري كبار المسؤولين من الجانب البحريني كما صافح جلالة الملك المعظم أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته.